أهم أخبار نهاية الأسبوع في المختصر، أهلا بكم. اللجنة العلمية تتوقع إعادة فتح حدود المغرب عند نهاية الشهر. توقعت اللجنة العلمية المغربية لمكافحة كورونا عدم تمديد قرار إغلاق الحدود الذي ينتهي في 31 من يناير الجاري. وقال عضو اللجنة سعيد متوكل إن المؤشرات العلمية تؤكد فتح الحدود، وهو القرار الذي ستتخذه لجنة وزارية خاصة مع تطبيق الإجراءات المصاحبة كالعمل باللوائح كما كان معمولاً به من قبل. الأمن يوقف قاتل سائحة فرنسية بتزنيت. تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة بدون سوابق قضائية للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد في حق مواطنتين أجنبيتين بتزنيت وأكادير، مؤكدة أنه يعاني من اضطرابات نفسية وكان نزيلاً بمستشفى الأمراض العقلية بتزنيت. إسبانيا تشيد بدور المغرب في مواجهة الهجرة وتترقب تجاوز الفتور. أشاد وزير الخارجية الإسباني بالتعاون الوثيق الذي تقوم به المملكة في مواجهة الهجرة السرية وتوقيف تدفق العشرات من المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الضفة الأخرى، مؤكداً أن هذا التعاون مكن من منع ما يزيد عن 1000 شخص من اجتياز السياج في سبتة ومليليا المحتلتين خلال رأس السنة، وموضحاً أن بلاده تتطلع إلى المستقبل في علاقتها مع جارتها الرباط على اعتبار أن العلاقات بينهما متينة وتربطهما مصالح يجب تعزيزها. منظمة الصحة العالمية تشيد بحصيلة الحملة الوطنية للتلقيح بالمغرب. كشفت منظمة الصحة أن حالة التطعيم ضد فيروس كورونا في أفريقيا سيئة للغاية، مبرزة أن معظم الدول الإفريقية لم تصل إلى أهداف التطعيم المحددة، بينما التزم المغرب وأربع دول فقط بمتطلبات عملية التلقيح. وأبرزت المنظمة أن المملكة المغربية واحدة من البلدان الإفريقية حيث حملات التطعيم أكثر فعالية، موردة أن ما يقرب من 23 مليون شخص تلقوا الجرعتين، بما تلقى ما يزيد قليلاً عن 24 مليوناً الحقنة الأولى. القضاء الأسترالي يقرر ترحيل جوكوفيتش بسبب عدم تلقيه اللقاح. رفضت المحكمة الفيدرالية الأسترالية استئناف نجم كرة المضرب نوفاك جوكوفيتش قرار إلغاء تأشيرة دخوله إلى أستراليا، معتبرة أن المصنف أول عالمياً الذي لم يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا يشكل خطراً صحياً، وبالتالي فإن اللاعب الصربي لن يخوض بطولة أستراليا المفتوحة. نهاية المختصر، للمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.